فخامة رئيس الجمهورية، أشكركم باسم المحضرة الموريتانية بوصفي أحد أبناء المحضرة الموريتانية، وانطلاقا من قوله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن قناعة التامة بالأهمية القصوى لهذه الجائزة، قلت المقطوعة التالية واخترت عود غنم، لأن العلامة محمد سالم بن عدود قال عن الشعر: زين يا غير الغنى يحز بالباص. الحمد لله اللي حاط أرض المنارة والرباط بالنصر على جملة الأوساط القاصي منها والداني. الحمد لله اللي حاط أرض المنارة والرباط بالنصر على جملة الأوساط القاصي منها والداني، بأعلام الحفظ والاستنباط ما فيهم عالم وداني، ومحاضر هي بل محاط تخزين العلم الوراني، هي بل في الأوساطك شاطة شودوذ موريتاني، صدارة الأعلام الضباطة للتحقيق الفوقاني، حقاقت بالفهم المناط فيه حقاقة الأماني، مفتوح لها في الحفظ الباط والفهم الفتح الرباني، حشوة جمع فام وذنين الدول انفجرت فيهم عين بالعلوم وبالشعر الزين، حد البديهة الأقصاني بل شياختنا في الظرفين الزماني والمكاني، بل حديث الصحيحين كما رواها الشيخاني. الحمد لله اللي حاط أرض المنارة والرباط بالنصر على جملة الأوساط القاصي منها والداني، بأعلام الحفظ والاستنباط ما فيهم عالم وداني، ومحاضر هي بل محاط تخزين العلم الوراني، هي بل في الأوساط كشاطة شودوذ موريتاني، صدارة الأعلام الضباط أهل التحقيق الفوقاني، حقاقت بالفهم المناط فيه وحقاقة الأماني، مفتوح لها في الحفظ الباط والفهم الفتح الرباني، حشوة جمع فام وذنين الدول انفجرت فيهم عين بالعلوم وبالشعر الزين، حد البديهة الأقصاني بل شياختنا في الظرفين الزماني والمكاني، بل حديث الصحيحين كما رواها الشيخاني، وكتوبه للسنة الأخرين وتلقين السبع المثاني، وشرح صلاة أم الجناحين وشرح أقوال القسطلاني، صيغ بيع الدين بالدين ولضاء للتلمساني، بل أعمر في العلوم وزيد حفاظ القرآن بلا قيد، بل في تجويد وحنة ليد وضبطه بالرسم العثماني، بل بناجى الروم بل دهيك طريق الجنيد والأشعري والباقلاني، بل بناجى الروم وعبيد الليل وبالنظم مقاني، بل رسالة والنبي زيد الفقيه القيرواني، فيسار طرت والعبيد على عقود الجمان، بل بناجى الروم وعبيد الليل وبالنظم مقاني، بل رسالة والنبي زيد الفقيه القيرواني، فيسار طرت والعبيد على عقود الجماني، والملحى والفيت ابن مالك بالحمرار، ولك حلال ولا ميت العربان والافعال، والفيت علم المعاني، خمر ابن جنيين الحلال وابن منظور والاغاني، وشعر الجاهليين اشكال كيف الكندي والذبياني، بل له منطق جوله ما جال قبلها فيها يوناني، بل خليل وشراح وباب فهم خليل بقلة الاطناب، كشافت بالفهم الحجاب الدسوقي والزرقاني والدردير، وبل الحطاب والمواقي والبناني، غزوات وعمودا ساب والبدع، وبل الرمقاني بل اهل التهذيب والاداب، وبل وبل لمالاني محاضر رفدتنا الشيعة في الدول بسمعة رفيعة، غير الدهر بلا شريعة واحواله ما هي سياني، مارت فيه الضيق السيعة ما هو دهر على شهاني، جانا عنها بتقل فيعة بعدنها عادت مغاني، من له لمست بلاقيعة بيت الضليل لها عاني، بعار الآرام في عرصاتها وقيعان. جيت انت يا الرئيس حييت عهد المحاضر ما شفري، وافترقيت المحاضر جيت بالجهد الماهو تحتاني، جيت مسابقتك نكريت فيها قدر من المعاني، والاعتبار لها رديتي وللشيخ الغزوان. جيت
انت يا الرئيس حييت عهد المحاضر ما شفريت وافترقيت المحاضر جيت بالجهد الماهو تحتاني جيت بمسابقتك نكريت فيها قدر من المعاني والاعتبار لها رديتي واني الشيخ الغزواني ما خلاك اللي مارق بيت طاوي في التمجاد وباني في التمجاد الطيب لفتيت سرح التمجاد البراني جيت انت يا الرئيس حييت بعهد المحاور ما شفريت وافترقيت المحاور جيت بالجهد الماهو تحتاني جيت بمسابقتك نكريت فيها قدر من المعاني والاعتبار لها رديت يا ولي الشيخ الغزواني ما خلاك اللي بارق بيت طاوي في التمجاد وباني في التمجاد الطيب لبتيت سرح التمجاد البراني يلي بالرزانة قسريت حكمك بالحكمة متحاني بيت الرزانة فيها ربيت والحكمة معنى قولاني عماه عجب ذاك الوسيت أباما بيت العيدان جمع المحاور بيها رقيت مراقي سعود تفاني شهادة بيها فيك دليت علمني بيها كواني هذا من مراقي سعود أنا نكران وما جاني خايف نكران وقاع يعود من محارم اللساني والسلام عليكم.